حدثتنا أحاديثهم الشريفة عن فلسفة غيبة إمام زماننا، وقد بينت لنا جوانب عديدة سأطرحها بنحو موجز بين أيديكم. حدثتنا كلماتهم الشريفة من أن سعي الساعين لقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان سببا في غيبته، فلو أن الإمام مشخص موجود بين الناس بعد قتلهم للإمام الحسن العسكري فإنهم سيبادرون إلى قتله، وهذا الأمر سيبقى موجودا على طول الخط حتى في زماننا هذا. على أي حال، نحن والروايات، نحن والأحاديث. الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري صفحة 183، الحديث 21 بسنده عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، غيبة قصيرة وغيبة طويلة. وهذا جزء من ثقافتنا المهدوية، وصحابة الأئمة في زمن الصادق وقبل الصادق وبعد الصادق كانوا يعرفون من أن للإمام غيبتين. الصادق يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت، زرارة يقول: قلت ولم ذلك؟ قال: إنه يخاف القتل. وأومأ بيده إلى بطنه. نص ما جاء في الرواية هكذا: قال: إنه يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. وفي روايات أخرى: أومأ إلى بطنه وأومأ إلى رأسه، أومأ إلى رأسه، إنها إشارة إلى قطع الرأس. هذه إشارات عرفية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. ففي زمان الإمام الصادق كان الناس يشيرون بحركة إلى البطن
يقصدون بذلك القتل من أنه سيقتل، مثلما نشير إلى المذبح، نشير إلى المنحر، ما يسمى بالحلق. فالإمام أشار إشارة يفهم منها القتل. زرارة هكذا يقول: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت: ولم ذلك؟ قال: إنه يخاف. وأومأ بيده إلى بطنه، هو يقول، يعني القتل. زرارة يشرح لنا تلك الإيماءة: وأومأ بيده إلى بطنه. فتلك الإيماءة، تلك الإشارة إلى بطنه، في زمان الأئمة، في زمان هذا الحديث، كانت تعني القتل. ولذا شرحها زرارة فقال: يعني القتل. روايات بهذا المضمون عديدة وكثيرة في كتبنا الحديثية، تنتشر في هذه الكتب، حتى في هذا الكتاب نفسه، في كتاب غيبة النعماني. إذا ما رجعتم إلى الأحاديث التي تسبق هذا الحديث أو إلى ما جاء بعده من الأحاديث التي ذكرت بشكل تفصيلي أو بشكل إجمالي، فهناك مجموعة من الأحاديث تخبرنا من أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت بسبب سعي الساعين إلى قتله. الأحاديث تخبرنا من أن الساعين إلى قتله لم يكونوا فقط من جهة الحكام والظالمين، حتى من جهة الشيعة والهاشميين، من جهة الشيعة الذين يقولون نحن شيعة، ما هم على طرائق، كانوا على طرائق ولا زالوا على طرائق. هذا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 214، بسنده عن أبي خالد الكابولي. أبو خالد الكابولي يقول: سألت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة، بنو فاطمة، ما قال بنو علي، وإنما أولاد الحسن والحسين، بنو فاطمة، يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. بنو فاطمة من الشيعة، من الهاشميين، من العلويين، بل من الفاطميين، فما بالكم بالأبعدين. أبو خالد الكابولي هكذا يقول: سألت أبا جعفر، يعني الباقر صلوات الله عليه، أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه،
فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة، قطعة قطعة. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، لأن المطالب التي أريد عرضها بين أيديكم كثيرة ومفصلة. هذا حديث من غيبة الطوسي، وهذا حديث آخر إنني أقرأه عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثاني من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، صفحة 325، رقم الحديث 1175، حديث منقول عن إمامنا الحسن العسكري. عبد الله ابن الحسين ابن سعد الكاتب قال: قال أبو محمد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين. إمامنا الحسن العسكري يبين لنا هذه الحقيقة، يقول: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين، إحداهما أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون من ادعائنا إياها، وتستقر، يعني تستقر الخلافة حينئذ في مركزها، في مركزها الأصل. أنهم كانوا يعلمون من هم بنو أمية وبنو العباس، أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون من ادعائنا إياها، وتستقر هذه الخلافة بسبب ادعائنا إياها في مركزها، إحداهما هذه، وثانيتهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة، قطعا هذا الاستعمال هنا ليس استعمالا وفقا لمصطلحات النواصب، وليس استعمالا وفقا لمصطلحات حوزة الطوسي التي تستعمل مصطلحات النواصب. المراد من الأخبار المتواترة، المراد هنا المعنى اللغوي وليس معنى اصطلاحيا ابتكره النواصب السقيفة وسار عليه نواصب النجف، تحدثوا عن نواصب الشيعة في النجف، وإنما المراد من الأخبار المتواترة هنا بحسب اللغة، بحسب العرف، لا بحسب اصطلاح النواصب من الفريقين. وثانيتهما أنهم قد وقفوا
من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم منا، وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله، إما أن يمنعوا تولده وإما أن يباشروا قتله، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله، فأبى الله تعالى أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الكلام واضح وصريح وجلي جدا، ومن عوالم العلوم إلى كمال الدين وتمام النعمة إلى ما جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. حديث طويل، هو الحديث 50، يبدأ من صفحة 386 عن السدير الصيرفي، قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق، حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تحدثت عنه مرارا في برامجي وشرحته وبينت تفاصيله، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث الشريف، صفحة 388. والإمام يتحدث عن سنن الأنبياء، عن سنن بعض الأنبياء التي تجري على إمام زماننا، فأشار إلى ما جرى على النبي موسى في قصة ولادته، وكيف أن فرعون كان يشق بطون الحوامل بحثا عن موسى، ولكنه بعد ذلك رباه في بيته في قصره. على أي حال، الإمام الصادق يقول: وكذلك بنو أمية وبنو العباس يبحثون عن القائم في أي جهة من الجهات، لأنهم يعلمون أن نهاية حكم الجبابرة على يد القائم من آل محمد. وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا، ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم، ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة
إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. تلاحظون أن الكلمات واحدة هي هي، كلمات إمامنا الحسن العسكري وكلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهناك من يسعى لقتل إمامنا حتى قبل ولادته، كانوا يخططون لقتل آبائه حتى ينقطع النسل، وكانوا يبحثون عنه في كل زاوية في كل جهة يستطيعون أن يجدوا علامة إشارة أن يجدوا أي شيء يوصلهم إلى القضاء على القائم صلوات الله وسلامه عليه. ولقد فعل العباسيون ما فعلوا بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري، هناك الكثير من الأحداث ما ذكرت، وهناك العديد من الأحداث ذكرت وهي موجودة في هذا المصدر الذي بين يدي وفي غيره. تحدثنا عن عزمهم القاطع أن يقتلوه لو ظفروا به. من هنا كانت الأحاديث تخبرنا عن أن الحكمة من غيبته، من غيبة إمام زماننا، عن أن فلسفة الغيبة تجنب القتل. قطعا هذا وجه من الوجوه، فلسفة الغيبة ما هي؟ قد حصرت وقيدت بهذا العنوان. هذه جهة من الجهات. برنامج الغيبة برنامج طويل عريض معقد عميق، صحائفه كثيرة جدا، وفي كل صحيفة هناك الكثير من السطور، وفي هذه السطور الكثيرة هناك الكثير من الكلام. الغيبة نعمة، محنة، بلية، سر من أسرار محمد وآل محمد. الغيبة حكاية طويلة طويلة طويلة. حين نتحدث عن فلسفتها وحين نتحدث عن حكمتها فإننا نتحدث عن بعض سطور من بعض صحائفها. نذهب إلى فاصل.